طابت أوقاتكم بالخير مشاهدينا الأحبة، حلقة جديدة نجتمع فيها بالشباب ونتعرف على جديد الإنتاجات والإبداعات والمهارات والمواهب. في هذه الحلقة سنقترب من بعض المواضيع التي تلبي طموحاتكم ورغباتكم. سنقترب من شركة أتومز لاب مختصة بخدمات التصنيع الرقمي وأيضا خدمات التطوير في مجال الطابعات ثلاثية الأبعاد. بعد ذلك سيكون لنا حديث مع شركة تاج مسقط العالمية مختصة بخدمات صيانة مكائن القهوة وبيع الآلات الخاصة لصناعة القهوة والشاي وتمويل الفنادق والمطاعم والمقاهي بأجود أنواع القهوة. وسنقترب من رئيسة أو سيكون لنا حديث مفصل مع رئيسة لجنة الفروسية للفارسات العمانية بولاية بركة حول أهم المشاركات والمشاريع والرؤى والهدف من خلال هذه اللجنة ومشاركة المرأة في جانب الفروسية بالسلطنة. وفقرة مغامرات حاضرة دائما في كل حلقة من حلقات هذا الأسبوع، فيها نقترب من بعض المعالم السياحية والمواقع التي تستحق منا الزيارة والوجهات المميزة في السلطنة، من تخييم، من غوص، من أيضا هايكينج، تسلق جبال، نزول الأودية وغيرها من الزيارات الميدانية للمواقع هذه. هذه أبرز موضوعات حلقة اليوم في شبابنا والنعم. بعد هذا الفاصل ولا هذه المحطات، تفضلوا بالبقاء معنا. حياكم الله من جديد مشاهدينا الأحبة في فقرة رقميات، وهذه المرة نأخذكم مع شركة أتومز لاب. هي شركة مختصة بتقنيات التصنيع الرقمي وتقديم الحلول المتطورة في الطباعة ثلاثية الأبعاد. حول هذه الشركة ونشاطها وأهم مراحل التنفيذ وأهم الخدمات أيضا التي تقدمها، تنضم معي في هذا اللقاء الرئيس التنفيذي لشركة أتومز لاب الفاضلة يمنى الشرقية. حياك الله يمنى. أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا فيك، الله يسعدك. أتومز لاب، ليش هذا الاسم؟ أتومز لاب هي أتومز، هي الذرة. فبداية كل حاجة هي الذرة، لذلك سمينا الشركة على اسم أتومز. خلينا نضع في صورة الشركة ونشاطها وفكرة أيضا العمل فيها. أسسنا شركة أتومز لاب في نهاية عام 2018 بخطة واضحة تهدف لتوطين تقنيات التصنيع الرقمي في سلطنة عمان، اللي هي ديجيتال مانيفاكتشرينج، حتى نمكن رواد الأعمال وشركات الصغيرة والمتوسطة من توفير وتطوير الميزة التنافسية في منتجاتهم والخدماتهم اللي يقدموها، سواء في الأسواق المحلية أو الأسواق العالمية، حتى تكون رافد للاقتصاد الوطني. جميل. وأهم الخدمات لشركة أتومز لاب، إيش اللي تقدموه؟ في شركة أتومز لاب عندنا قسمين أساسيين، الأول مختص بالتصنيع الرقمي كطباعة ثلاثية الأبعاد، والقسم الثاني مختص بتقنيات الإلكترونيات وإنترنت الأشياء. في القسم الأول التصنيع الرقمي نقوم بتوريد وتطوير حلول في طباعة ثلاثية الأبعاد في قطاعات مختلفة كالصحة وقطاعات النفط والغاز وغيرهم. أيضا نقوم بتصميم نماذج ثلاثية الأبعاد وطباعتها باستخدام طابعات ثلاثية الأبعاد. إيش من نماذج إذا نحب نذكر اللي تقوموا بتصنيعها؟ كقطع الغيار، ممكن قطع مساعدة لإتمام العمليات. هل فكرتم بتنفيذ بعض الأعمال في المجال الطبي؟ أيوة صحيح، في عندنا عدة خطط مستقبلية. في الوقت الحالي اشتغلنا مع مستشفى خولة لتوفير أجهزة طباعة ثلاثية الأبعاد وحلول في قسم الجراحة التجميلية. جميل. يمنى، خلينا نضع في بعض النقاط أهم الأشياء أو المجالات اللي كثير من العملاء يطلبوها في مجال التصنيع ثلاثي الأبعاد.
مثل ما خبرتك بداية أنه طباعة ثلاثية الأبعاد أو التصنيع الرقمي بشكل أشمل هو الركن الأساسي للشركة. نعم. عملائنا أكثر حاجة يطلبوا التصميم وطباعة القطع ثلاثية الأبعاد في مجالات مختلفة. مختلفة. مثل ما خبرتك تعدد استخدام طباعة ثلاثية الأبعاد هو ما أعطى أهمية لطباعة ثلاثية الأبعاد خاصة في فترة جائحة كورونا. نعم. مع صعوبة الحصول على قطع الغيار من الموردين الأساسيين خارج الدولة. نعم. قمتم بتنفيذ قمنا بتنفيذ أعمال بتصميم وطباعة قطع غيار لأجهزة في أجهزة صناعية، قطع سيارات وغيرها. جميل. وكيف يعني ما شاء الله من حيث التسويق والترويج للشركة وأهم الخدمات فيها، هل هناك خطة مرسومة وبعض الأفكار اللي اعتمدتوا عليها لعمل أكثر مزيد من يعني الدور الإعلاني لكم؟ أتومز لاب متواجد في منصات التواصل الاجتماعي. جميل. وأيضا متواجدين في هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. نعم. يمنى، أهم الأشياء اللي تفتخروا فيها وقمتم بتنفيذها في مشروعكم من خلال الطابعة ثلاثية الأبعاد؟ مثل ما ذكرت لك سابقا هي طباعة وتصميم قطع من الأجهزة اللي تعطلت في الفترة الأخيرة. نعم. واللي أعطت توعية للمجتمع بأهمية هذه التقنيات، وفعلا قدرنا ننفذ كثير أعمال في مجال القطع الغيار في الفترة الأخيرة، كونها كل القطع المطبوعة. نعم. بجودة عالية وبمميزات تنافسية. أيضا ممكن أذكر مثال إحدى رواد الأعمال الذي يعمل على تطوير جهاز أو. نعم. أداة. نعم. لعمل السوشي. نعم. اشتغلنا مع بعض لمدة تزيد عن 4 أسابيع لتطوير هذه الأداة، من ثم جميل. طباعتها باستخدام طباعة ثلاثية الأبعاد من بعد التصميم. نعم. وفحصها حتى تتمكن من وضع الطعام وتكون آمنة، فاستخدمنا مواد مضادة للميكروبات. جميل. في الطباعة. حلو. إذا ما جينا نتحدث عن الشيء اللي في بالكم حابين تتخصصوا فيه أكثر خلال المستقبل القريب. في الوقت الحالي احنا ملمين او شاملين لتقنيات التصنيع الرقمي. نعم. مثل صناعة المجوهرات، ونقدم حلول متكاملة في صناعة المجوهرات والأسنان وقطع الغيار، وأيضا التطبيقات الطبية وتطبيقات الهندسة المعمارية، ولكن في خطة مستقبلية نركز في توفير حلول وتطويره في الأطراف الصناعية. جميل. والطباعة رباعية الأبعاد. حول الأجهزة المستخدمة معكم، كيف كانت إمكانية الحصول عليها من قبل أتومز لاب؟ في أتومز لاب أو الميزة التنافسية اللي تحملها أتومز لاب، كوننا نحن الوكلاء الحصريين لأكثر من 10 شركات عالمية في طباعة ثلاثية الأبعاد بتقنيات مختلفة، لذلك نحن نستخدم مواد مختلفة. نعم. تبدأ من البلاستيك والنحاس، كاربون فايبر، وأيضا الحديد والمعادن. يمنى، مع هذه الأزمة ظهرت إبداعات وإنتاجات الشباب، وظهرت بعض الأفكار، وتيحت الفرصة وأصبحت الأرض خصبة للشباب أنهم هم يعتمدوا على المنتجات اللي يقوموا بتصنيعها، وأيضا الحكومة سعت فعلا تعطي هذا الثقل لكم أنتم وللشباب. مثلا بعض القطع اللي محتاجتها المستشفيات للمرضى خاصة في العناية المركزة الفترة الماضية، كان في مثل ما تقولي صعوبة الحصول عليها أو استيرادها من الخارج نتيجة توقف الحركة، حركة الطيران. هنا قمتوا أيضا، شركة قامت ببعض إنتاج بعض القطع اللي استبدلوها من شركات عالمية إلى منتجات محلية. هل ساهمتم بهذا الدور في خلال هذه الأزمة فترة كورونا؟ كان صحيح. لكم دور؟ قمنا بطباعة ما يزيد عن 2000 قطعة للحماية الشخصية من انتشار فيروس كورونا، وأيضا قمنا بتصنيع قناع باستخدام مواد مضادة للميكروبات في مزرعتنا للطباعة ثلاثية الأبعاد في الشركة، وصدرنا هذه الأقنعة لخارج أيضا، تم بيعها في عمان وأيضا خارج. الصناعة أفهم من كلامك هنا كانت؟ صحيح. والفريق موجود؟ أيه. والآن المصنع قائم؟ إلى الآن. صحيح. حلو. في تحديات واجهتكم أثناء تأسيس الشركة وأثناء العمل بشكل عام؟ جميع شركات التقنية
رأس مالها الأساسي هو المعرفة والأدوات. نعم. ولكن أيضا واجهنا مشاكل اللي تواجه أي شركة في بدايتها، مثل مصاريف تشغيلية، أجور العمل، موقع العمل وإلى آخره. ولكن بفضل الله تم قبولنا في برنامج الاحتضان من قبل الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمدة 3 سنوات من بعد تأسيس الشركة بسنة. حلو. فلعب دور كبير في تقليل هذه التحديات، وأيضا قبولنا لتمويل من قبل صندوق الوطني للتدريب لأربع مهندسين لمدة 18 شهر ينتهي. نعم. بالتعيين. فهذه هي الدعم اللي تم تقديمه لأتمس لاب، قلل من هذه التحديات لله الحمد. مثل ما عرفت أن خدماتكم ونشاطكم في شقين، الشق الأول تقنيات التصنيع الرقمي، والشق الآخر لتقديم الحلول في جانب الإلكترونيات طباعة ثلاثية الأبعاد. صحيح. مثل تطوير المنتجات. نعمل على تطوير منتجات سواء مع رواد أعمال، مع أشخاص يكون عندهم فكرة لمنتج معين ما يستطيعوا بنفسهم ينفذوا الدوائر الإلكترونية أو يحصلوا صعوبة، فنحن نقدم لهم هالنوع من الاستشارات والدعم. إن مثلا كان طلب معين في جانب تقديم الحلول، هل في تعاون بينكم بين الشركات الأخرى في جانب تقنية الحلول أو الحلول المتطورة؟ صحيح، في تعاون مع جميع الموجودين في الساحة في نفس مجالنا، من شركة إينوتيك، من شركة القرية الهندسية، شركة رائد وغيرها. حلو. إيش اللي في بالكم قادم الوقت من أفكار ومشاريع، طموحاتكم أيضا؟ إن شاء الله في الربع الثالث من 2021 بنطلق خدمة جديدة بإذن الله في التصنيع الرقمي. نعم. وهذه هي الجديدة إن شاء الله. ما شاء الله. إيش تخصصك يمنى؟ هندسة اتصالات وإلكترونيات. قريب من مجال عملك. صحيح. والفريق اللي معك أيضا نفس الشيء؟ في الفريق في تنوع، في من هندسة كهرباء، ميكانيك، إدارة أعمال وغيره. جميل، الله يوفقك يا رب العالمين. وكيف شاهدت أيضا تفاعل الشركات معكم والمجتمع بشكل عام وثقتهم فيكم؟ ممكن نقول أن الجائحة كورونا دور كبير لتثقيف المجتمع حول هذه التقنيات، وساعدت في توطين هذه التقنيات. جميل. لله الحمد. الله يوفقك يمنى، بارك الله فيك، يعطيك العافية. شكرا لك، موفقين بالخير إن شاء الله. الرئيس التنفيذي لشركة أتومز لاب الفاضلة يمنى الشرقية. هذه الشركة مختصة بتقنيات التصنيع الرقمي وتقديم الحلول المتطورة في جانب الطباعة الثلاثية الأبعاد في فقرة الرقميات. نتواصل أيضا معكم بعد هذا الفاصل في موضوع آخر، تفضلوا بالبقاء معنا. رجعنا لكم من جديد مشاهدينا الأحبة في فقرة مشاريع عمانية. هذه المرة نختار مشروع يحمل اسم تاج مسقط العالمية، مشروع مختص بخدمات صيانة مكائن القهوة وكذلك تقديم آلات وبيع هذه الآلات المختصة بصنع القهوة والشاي وتمويل الفنادق والمطاعم بذات جودة عالية من القهوة. المشروع بدأ في 2007. ضيفنا ابن صاحب المشروع، الولد ما شاء الله التحق مع والده في هذا العمل وتشغيل أيضا المحل، وانضم إلى كلية السياحة لتطوير مهاراته، وبعد ذلك التحق بأحد الفنادق المعروفة في السلطنة، وفي الوقت نفسه يعمل بجانب والده في هذه الشركة. ورحب باسمي وباسمكم بالفاضل عبد الله بن عبد الناصر البلوشي من شركة تاج مسقط العالمية، حياك الله. يا مرحبا وسهلا أستاذ حفيظ، وشكرا جزيلا لاستضافتنا في هذا البرنامج الشيق. الله يسلمك. ولدعمكم للشباب. تاج مسقط العالمية تأسس لأول مرة في سنة كم؟ في 2007 إلى 2008 كان التأسيس. نعم. واستمرينا في السوق إلى يومنا هذا الحمد لله، ونطمح
في المستقبل لتطويرها أكثر إن شاء الله. حلو حلو. أهم الخدمات اللي تقدموها في شركة تاج مسقط؟ الخدمات نحن نقدم خدمات عدة. نعم. من ضمنها بيع القهوة والشاي وصيانة مكائن القهوة والشاي، وكذلك صيانة الآلات وتجهيز المقاهي والمطاعم والفنادق. ما شاء الله، تقدموا خدمة تجهيز. نعم. للمطاعم والفنادق. نعم. اللي تقدم الخاصة الركن الخاص بالقهوة. بالضبط. بالضبط. حلو. تمولوا أيضا الأماكن القهوة؟ نعم، نمول كوفي شوبات اللي هي المقاهي والمطاعم العالمية، إن كان جميع أنواع المطاعم والفنادق كذلك من النجمة إلى 5 نجوم و7 نجوم. حلو. قصة حلوة ما بين عبد الله والوالد عبد الناصر الله يحفظه ويطول بعمره، وخلص دراستك في 2017 تقريبا. بالضبط. انهيت دراستك. بالضبط. تحقق بعد الدراسة ولا كان تعاون مسبق في وقت مبكر من عمرك؟ أنا مع والدي كنت من الصغر معه، يعني شفت كيف بدأت الشركة، كيف وصلت اليوم، وواكبت جميع هذه المراحل من البداية اللي كنا في شقة صغيرة إلى اليوم في المعرض اللي نحن موجودين. أعزائي، لا داعي للخروج من المنزل، اختار مغسلتك المفضلة إلكترونياً وغسيلك يجي لك بنقر زر. نزل تطبيق إيغسيل، فهو يوفر لك جميع المغاسل المتواجدة في المنطقة ويمكنك فرزها حسب الأسعار والجودة والوقت. إيغسيل خدمة مجانية تتيح لك اختيارات واسعة من أجل راحتك وسلامتك بعيداً عن عناء الخروج من المنزل. أسرع ونزل التطبيق. فيه وكذلك شفت الوالد يوم كان يسوق الفان يوصل يبيع القهوة، وشفت الوالد اليوم كيف هو موجود في المعرض ويسوق للكاستمر وكيف النقلة النوعية اللي حصلت. حلو ما شاء الله عليك عبد الله، أنت أكبر أخوانك؟ نعم أكبر أخواني. حلو، وأنا على ثقة أنك أنت مستمتع في العمل. جدا جدا جدا. إيش أضاف لك العمل بخبرة الوالد وتعلمك من الوالد وأيضا التحاقك بأحد الفنادق الكبيرة معروفة معنا في السلطنة؟ هو التحاقي بالفندق الذي أنا أعمل فيه هو الاستفادة من شيئين. الشيء الأول دراسة السوق اللي نحن موجودين فيه. نعم. والشيء الثاني أتعلم في نفس الوقت وأطور نفسي في الأمور الإدارية. طبعا نعرف نحن معنا الفنادق كل يوم شيء جديد ما شاء الله، وكذلك الابتكار فيها دائما يبتكروا شيء جديد ويسوي عروض ويسوي أشياء كثيرة، فنفس الوقت يعلموك الإدارة، لأن في الفندق أنت تتعامل مع أشخاص كما تعامل مثل أنت تتعامل مع مكاين الماكينة هي لا، بالعكس كل يوم يجيك شخص جديد فيعلمك في التسويق ويعلمك في نفس الوقت في الأمور الإدارية كيف تدير التيم اللي معاك. إيش اللي خلاك تدرس في كلية السياحة وأنت ملتحق بفندق وفي نفس الوقت عمل والدك؟ كلية السياحة بصراحة التحقت فيها أول شيء لأطور نفسي في الفندق أساس. نعم. أتدرج في المراتب أنا. نعم. أول شيء. نعم. عامل حساب 3 ترقيات قبل التخرج إن شاء الله. ما شاء الله. خلصنا واحدة وباقي لنا 2 إن شاء الله. ما شاء الله. فإن شاء الله هي الدراسة شيء لازم وواجب على كل شخص يحب ويريد يطور من نفسه، لأن العلم هو اللي ينير لك الطريق، ونحن نتفق فيها مع كل حد يتفق في هذا الناحية. وكلية السياحة تأهلني من ناحية الضيافة. الضيافة طبعا لو تأخذها في من ناحية الضيافة تعلمك كيف تتعامل مع الشخص الذي أمامك. حلو، استفدت كثير. أسلوب. نعم. أنا على ثقة أسسك. نعم. نظريا وأهلك بشكل أفضل. نعم. هو أهلني نظريا وحتى عمليا. حلو. لأن اللي أتعلمه في الكلية أطبقه. خدت الأساسية والقواعد والبروتوكول أيضا في العمل. بالضبط. المجال القهوة محتاج ذوق. صح. إبداع. عندك حس ونفس أيضا في مجال صناعة القهوة. صحيح. بيع القهوة، تختار القهوة العالمية من بين عدد كبير مئات أنواع الشركات في هذا المجال. هذا الحس تعلمته بسرعة ولا كان محتاج وقت طويل لو فعلا توصل إلى ذوق الوالد؟ الله يحفظه. والله إلى اليوم بعدنا جالسين نطمح نوصل إلى ذوق الوالد بصراحة، لأن مجال القهوة شوية مجال معقد يعني أعتبر.
من ناحية اللي هو القهوة وأنواعها وطعمها يختلف من مكان إلى آخر. جميل. أساس أنه توصل إلى نفس الكواليتي كل سنة، لأن المزارع طبعا تختلف، مثلا الحصاد فيها يختلف ما بين السنة هذه والسنة اللي بعدها. صحيح. فشيء شوية صعب، أنك هو صعب ونفس الوقت ممتع ويجعلك أنك تريد تكمل فيه. احنا ندخل عبدالله الفنادق والمطاعم، انا اعتقد ان نظرتك مختلفة. اول ما تركز في مكان القهوة ونوعية القهوة المستخدمة في هذا المقهى، وهذا الامر جاء بعد نتيجة عمل وتراكم خبرة في هذا المجال. بالضبط. احنا نشوف اكثر شيء على نظرة الديكور من الداخل، ولكن عبدالله بالنسبة له النظر ابعد من ذلك. صحيح. في جودة ايضا نوعية المكائن والقهوة. نعم. هذا امر مهم. صحيح. هو نحن معنا اليوم الناس تدخل ديكور وتحب تصور كثير. صح. لكن لو جيت تنظر إلى القهوة ونوعها اللي هي، والقهوة طبعا فيها نكهات تختلف، يعني الحموضة فيها تكون في بعض التحميصات اللي هي اللايت، اللي هي تجيك شوية شجرة القهوة أكثر، تجيك شوية حامضة. في كل ما تنزل يعني كل ما تزيد درجة الحرارة أو التحميصة تدكن، يكون فيها نفس الشيء نكهات مختلفة مثل الدارك شوكولات وهذه الأشياء، فتتطرق إلى بحر كبير في الطعم والنكهات. حسب ما عرفت منكم في نفس الوقت بإمكان تجهيز أي أركن في البيت، في المنزل، في أي مكان، في القهوة، تجهيز الأركان الخاصة، تزويدها بالديكور حولين الجهة الماكينة أو الآلة. هو من ناحية تجهيز نجهز لك اللي هو الماكينة. نعم. المناسبة لك، الطحانة المناسبة لك معك في المنزل مثلا حسب الرغبة. نعم، حسب الرغبة. مثلا عندك نفس الشيء اللي هو الفناجين، نصحك. نعم. هذا الفنجان زين، هذا لا، هذه الماكينة زينة تنفعك في البيت مثلا، هذه لا، هذه شيء أكبر ما تحتاجها. فنحاول نوصل لك نصائح، المعلومة والنصيحة، ربما حتى لو ما تأخذ من عندنا لكن قدم لك المعلومة. حلو. اللي تفيدك حتى في المستقبل. حلو. فكر بعد فترة من الوقت أنك تنفصل مثلا بشركة شبيهة بخدمات الوالد، أو في بالك مشروع آخر، أم هناك نية لتطوير العمل مع شركة الوالد؟ والله هو إن شاء الله بعد التخرج كيف ما الوالد راسم وكيف النية اللي نحن فيها الحمد لله الحين ناويين عليها، أن ناخذ الخبرة ونطور في مجال القهوة والسوق اللي نحن موجودين، السوق المحلي من ناحية الكواليتي والجودة. نعم. ونفس الشيء المتطلبات اللي يطلبها السوق نحاول نوفرها، نريح المشتري ونرتاح نحن نفس الشيء في نفس الوقت يعني. الله يوفقكم. آمين جميعا يا رب. تحية لك وتحية للوالد، وتحياتنا أيضا للأسرة الكريمة القائمين معكم في هذا المشروع. شكرا جزيلا أستاذ حبيب. الله يسلمك على الاستضافة الجميلة. بارك الله فيكم. بيض الله وجهك. أحسنت. الله يرحم والديك. إذا مشاهدينا الأحبة، الفاضل عبد الله بن عبد الناصر البلوشي من شركة تاج مسقط العالمية، مختصة بخدمات صيانة القهوة وبيع الآلات الخاصة بصناعة القهوة وتجهيز المطاعم والفنادق، كذلك أيضا تقديم خدمة تمويل المقاهي بأنواع مختلفة من القهوة العالمية في هذه المحطة والفقرة. بعد هذا الفاصل هناك ضيف آخر. نطوف بكم مشاهدينا الأحبة في الرحلة القادمة إلى محافظة ظفار مع فريق مغامرات، يكتشف لنا ويختار موقع معين ونكتشف مسارات جديدة مع روح التحدي والمغامرة في الفقرة القادمة، نتابع معا.
الجبال الخضيرة أميرة يا صلالة، زاهية في كل حالة صلالة، مذهلة بجو ما طار فاتنة بالمناظر، حسي أسر خيالة صلالة. وسط السحايب والجبال الخضيرة أميرة يا صلالة، زاهية بكل حالة صلالة.
متابعينا الأحبة، نتحدث اليوم عن الفارسات العمانيات اللائي. تحدينا الصعاب وروضنا العقبات واجتزنا العديد من التجارب الناجحة وخضنا العديد من المشاركات المحلية والخليجية والعربية. نتحدث اليوم عن واحدة من الفارسات العمانيات، الفارسة عائشة بن صالح البريكية، رئيسة لجنة الفروسية للفارسات بولاية بركة. حققت حلمها من خلال مواصلة المسيرة الفروسية الخاصة بالمرأة العمانية بثقة واقتدار. ضيفتنا ستتحدث عن مسيرتها أيضا في مجال الفروسية والتحاقها ب أعزائي، لا داعي للخروج من المنزل، اختار مغسلتك المفضلة إلكترونيا وغسيلك يجي لك بنقرتزر. نزل تطبيق إيغسيل، فهو يوفر لك جميع المغاسل المتواجدة في المنطقة ويمكنك فرزها حسب الأسعار والجودة والوقت. إيغسيل خدمة مجانية تتيح لك اختيارات واسعة من أجل راحتك وسلامتك بعيدا عن عناء الخروج من المنزل. أسرع ونزل التطبيق. عدد من المشاركات وتنظيمها للمعارض الخاصة بالخيل العماني وأيضا مشاركات الفرسان بشكل عام. ورحب باسمي وباسمكم بالفارسة عائشة بن صالح البريكية. يا شلا عائشة؟ يا أهلا وسهلا فيك. يا مرحبا، الله يسعدك. أول مرة تذكري متى ركبتي في الخيل؟ هي أكيد يعني ما راح أتذكر متى بالضبط أول مرة، ولكني يعني هي تعتبر من هوايتي من الصغر. حلو. وإيش اللي دفعك إنك ترجعي مرة ثانية وتهتمي بالفروسية؟ بصراحة بعد ظهوري في سباقات الماراثون لاحظت إنه كان في كثير تشجيع من الآخرين، وحسيت إنها نعمة من الله، وقلت أحافظ عليها. وبما أني أحب الفعاليات وأحب تنمية المرأة، فقلت أني أدمج الشيئين مع بعض وأني أهتم الفروسية المتعلقة بالمرأة من خلال تنميتها وأني أقوم بفعاليات أكثر، والحمد لله توفقت بذلك. جميل. راح أسرد وأسهب في حديثي معك عن مشاركاتك، عن اللجنة وأهدافها والعضوات معكم في هذا الأسطبل، مشاركاتها وحصولهن على بعض الجوائز المتقدمة. عرفت أنك نظمتي معرض في فرنسا بباريس يحمل عنوان فارس عمان الأول. نتحدث عن فكرة المعرض. فارس عمان الأول معرض قمنا بباريس فرنسا، وكان بالتعاون مع سفارة السلطنة في فرنسا. المعرض كان عبارة عن 12 لوحة تتحدث فيه عن حب وتعلق العمانيين وتاريخهم مع الخيل. وأيضا المعرض كان عبارة عن 12 لوحة تتحدث فيه عن تعلق مولانا رحمه الله وطيب الله ثراه مع الخيل والفروسية في السلطنة. جميل. بعد هذا المعرض رجعتي في مشاركات وأهلتي فريقك بشكل كبير، كان اهتمامك بكل فارسة وبمثابة أخت لك، وكنت أيضا داعمة للشباب بشكل عام في جانب الفروسية. اللجنة عمرها سنة تقريبا. نعم سنة تقريبا. أهم سمات وأهداف اللجنة. والله للجنة لها أعمال كثيرة، بس إذا تكلمت عن جانبي أنا، الزاوية اللي أنا أسويها هي أكثر شيء، اللي أنا هدفي أني أنا أطور الفارسات، أطور الفروسية من ناحية أني أدعم الشابات، أدعم سباقات الفروسية. لنا سباق أخير قمنا به اللي هو كان تعاونا مع الخيالة السلطانية. نعم. والاتحاد للفروسية قمنا بسباق في شهر 2 فبراير، وكانت زمزم الحسينية المركز الأول. سبق صدفناها معنا. نعم. زمزم ما شاء الله عليها. لها كان أيضا في فعالية مصاحبة لهذا السباق وكان جدا ناجح، ونتمنى إن شاء الله يكون في سباقات مقبلة إن شاء الله. إن شاء الله. في نادي فروسية معين حاليا تشتغلوا فيه؟ نحن الآن بصدد إن شاء الله إنه يكون لنا ميادين خاصة، ولنا إن شاء الله يكون مكان خاص للفارسات وميدان خاص أو اسطبل خاص نقوم في تدريب أو مدرسة للفارسات. نعم. وإن شاء الله تحت. حاليا وين تدريباتكم؟ تدريباتنا في كذا اسطبل في بركة. نعم. هذا يعني يعتمد على الفارسة يعني باختيارها، إذا كانت تحب تختار في أي اسطبل هي تكون فيه، لكن إحنا لنا إن شاء الله خطة متوجهين لها إنه نخصص مكان خاص للفارسات. أستاذة عائشة، ما هي أنواع السباقات اللي تشارك فيها اللجنة كالعادة؟
طبعا في الفروسيه لها خمس انواع، في رياضه الفروسيه لها خمس سباقات، الفلات ريس، التقاط الاوتاد، القدره والتحمل، قفز الحواجز. هذه اغلب السباقات اللي نحن تخصصك الاكثر انت شخصي أنا اكثر شيء ميولي للماراثون اكثر شيء لاني من صغري وانا حابه الماراثون. يعني النجاح الفارس في اعتقادك وجهه نظرك الشخصيه هل يعتمد على مهاره الفارس، اصاله الخيل، سلاله الخيل، ام علاقه الفارس بالخيل؟ بوجهه نظري، إذا أنت كنت إذا كان في لاعب أو أي شخص متجه في أي رياضة معينة، رياضة الفروسية تعتمد على الذكاء، حبك للهواية نفسها، اللياقة، اللياقة أيوة، حبك للهواية، وأيضا أهمها اللي هي الوقت. لازم أن الشخص يخصص وقت خاص للرياضة اللي يحبها. مع هذه الثلاث أشياء بالفعل ان الواحد ممكن انه يكون ثقه في نفسه بانه يوصل للمستوى اللي فعلا هو راح يقتنع فيها. حلو، لكن في او تشعري في علاقه بينك وبين الخيل؟ اكيد في التفاهم. اكيد هذه اهمها، يعني شيء ضروري انه يكون في تفاهم بين الخيل وبين الفارس. وهذه تاخذ فتره مده من التدريب، تدريب وترويض. نعم لان هذه مهتمه مثل ما انت ذكرت اللياقه، مع اللياقه تتكون كل هذا العلاقة بين الفارس وبين الخيل. مثل ما عرفت أنه تستخدم أيضا رياضة الفروسية في علاج التوحد خاصة عند الأطفال، هل الأمر صحيح؟ نعم، أنا الشيء هذا كنت كثير مهتمة فيه. نعم. مع أني ما دخلت في المشروع هذا بعد، بس لي نية إن شاء الله أني قلت لو يكون في عندنا اسطبل خاص للنساء، يكون عندنا حتى قسم خاص لهم أو وقت مخصص لهم، لأن الإعاقة الغامضة هذه أو يعني التوحد اللي يصيب فيه الأطفال تساعد، يعني الفروسية تساعد لاستشفاء هذه الحالة من 80% إلى 90%. ما شاء الله. نعم. عايشة، لاحظنا ظهور أسماء عديدة في مجال الفروسية من الفئتين الشباب والفتيات، هذا أمر أيضا يبشر بخير أن أيضا هناك في اهتمام حكومي وأيضا في أيضا دعم للفارسي. نعم لله الحمد، السلطنة ساهمت كثير في تشجيع مجال الفروسية. عندك الخيالة السلطانية، شرطة الخيالة، كل هذه هي يعني أدت لظهور أكثر للخيل الفروسية، وأدت لاهتمام أكثر حتى للفارسات والفرسان أنهم يتوجهوا لهذا الرياضة. حاب أعرف أكثر على شكل هذا التعاون ما بين اللجنة وبين الفارسات العمانيات. نحن بدورنا نقوم بدعم الفارسات، كأنه مثلا الحين نحن إن شاء الله في يوم المرأة. نعم. نقوم بتكريم الفارسات، تكريم كل فارسة اللي تكون مهتمة بتخصصها، اللي هو اللي في التقاط الأوتاد، اللي في القدرة والتحمل، فنحاول قدر الإمكان أنه نجمعهم ونكرمهم في هذا اليوم تشجيعا للمرأة وأنها تتطور. أرجع مرة أخرى عايشة لأجواء المعرض فارس عمان الأول اللي قمتم أخرا في باريس، الفعالية المصاحبة والبرامج. المعرض كان ناجح بتعاون أيضا مع فنانين عمانيين ومصورين عمانيين، ولولاهم صراحة ما كنا راح نسوي النجاح هذا الكبير. كيف تفاعل الناس والجمهور في فرنسا؟ كثير أعجبهم الفكرة، طبعا فرنسا معروفة بالفن وحبهم للخيل، فلما دمجنا الشيئين هذا مع بعض كان كثير يعني أنال إعجابهم. كيف تحافظي على مستواك ولياقتك؟ هل هناك تمارين معينة تقومي فيها بشكل مستمر في المنزل خارج البيت؟ واجب الرياضة بشكل يومي، واجب الرياضة بشكل يومي علشان إني أحافظ على اللياقة، وطبعا واجب إني أخصص وقت مثل ما ذكرت لك إن بشكل يومي أحاول، يعني لكن طبعا الأوضاع ما تسمح في هذه الأيام. صحيح. بس هي واجب الممارسة الرياضة بشكل يومي. إيش طموحاتك قادم الوقت لتمكين المرأة وأيضا تعزيز دورها في مجال الفروسية وإظهارها بأفضل شكل في مختلف المسابقات؟ نعم. إيش اللي محتاجينه اليوم أنتن كفتيات؟ دائما نحاول إنه نخصص لها يعني فعالية معينة إنه نكرمها
علشان إنها تستمر في مجال الفروسية، وعلشان إنه نشجع الجيل الجاي إن شاء الله يكون مقبل على هذا الرياضة. فمثل ما نحن مقبلين على يوم المرأة، نعم، قاعدين إنه نحط يوم خاص لها، إنه نكرم الفارسات اللي هم المتألقات اللي صار لهم فترة ما شاء الله ظاهرين، فلهم يعني الحق إنه في هذا اليوم إنه نحن ندعمهم ونكرمهم. أحسنتي. وإن شاء الله نتمنى التوفيق للجميع. في بالكم طموحات، في بالكم أمنيات في هذا الجانب؟ والله مزيد من العمل والاهتمام بالفروسية بشكل عام. إن شاء الله إن شاء الله. الله يسلمكم إن شاء الله. مشروعك القادم في شيء في بالك تشتغل عليه خلال قادم الأيام؟ الأيام القادمة مثل ما ذكرت لك إنه نحن لنا أمل إن شاء الله إنه نخصص ميدان خاص أو اسطبل خاص، نعم، للفارسات إن شاء الله على العام القادم. القادم بشيء تلاه. أشكرك عائشة، يعطيك العافية، شكرا. يعطيك العافية حفيظ، ومشكورين على هذا البرنامج المميز في هذا الحلقة المميزة وفي هذا اليوم المميز. بارك الله فيك، يعطيك العافية. وأنت نموذج نفتخر فيه من الفتيات العمانيات الفارسات اللي شار لها بالبنان فعلا، وقدمت واشتغلت وكان لها دور في هذه الرياضة وفي مجال الفروسية. الله يسعدك. الله بارك يسعدك. الله فيك، أحسنتي. الفارسة عائشة بن صالح البريكية، رئيسة لجنة الفروسية للفارسات العمانيات بولاية بركة، في فقرة إنجازات، وحديثنا عن دور هذه اللجنة ومشاركاتها وأهم أهدافها ونشاطها في مجال الفروسية الخاص بالمرأة العمانية. إذن بعد هذا الفاصل هناك حديث آخر، ابقوا معنا. هذه أبرز موضوعات حلقة اليوم من شبابنا والنعم. نأمل أن نكون وفقنا في تقديم هذا المحتوى وهذه المتابعات الأسبوعية لجديد الشباب. تحية من أسرة البرنامج وفريق العمل في الإعداد وفي المتابعة والتنسيق وفي الإخراج وفي الجانب الفني من إضاءة وصوت وصورة. كنت معكم من مقهى ماسكافيه. نلتقيكم الأسبوع المقبل بمشيئة الله وفي أمان الله.